هذا ايش فيه؟ ايش هذا؟ السلام عليكم، حياكم الله من جديد في مقطع ثاني. نايف سينسي معاكم، ورجعنا لكم في لعبة Grounded. قبل ما نبدأ حاب أذكركم جهة جديد، ياريت ما نزل الاشتراك وتشتروا القناة ومواقع التواصل الاجتماعي، أكون شاكر لكم. زمان عن Grounded، ورجعنا لGrounded. حاليا ألعبها على السيريوس إكس، وأكون صريح معاكم في فرق والله. أحس اللعبة أوضح أكثر، أحس في سلاسة أكثر في تحرك اللاعب نفسه. جاء الليل لازم نرقد. طبعا من زمان عنها كثيرة شوية فريمات. أوكي لسه على فكرة، يعني لسه اللعبة يعني بريفيو، فلسه مع كل فترة تجي تحديثات وتصليحات. على العموم مجهز صراحة للأبديتات الحلوة. في أبديت حاليا، إيش هو الأبديت؟ راح أعلمكم. تشوفون الفقاعات اللي في البحر ولا ما تشوفونها؟ أيوة تشوفون هنا قدام في زي الفقاعات، في حاجة غريبة هناك. طيب نشرح لكم الأبديت، لكن خلينا بس إيش، خلونا كيف حالك؟ طيب خلونا ننام في البداية. وين السرير حقنا؟ السرير هذا هو سرير، لكن يلا سيت ريسبون بوينت. يب خلينا، من زمان اللعبة صراحة، فاعذروني اذا شوف على طول. يا جماعة الخير ايش السيريس هذا؟ على طول كذا على طول، سبحان الله. طيب خليني ارتب اغراضنا بس. اني عندي غرض كثير، عندي اكل كثير، عندي دروع. انا لابس دروع ولا لا؟ يب لابس دروع. طيب ليش؟ صح، نسيت انه لما تلبس الدروع اصلا ما يبعدها. فخلينا بس على الماشي كذا نرتب هذه الاغراض كذا اللي ما لها داعي. هذا بعض الاكل والشرب، هذه كلها احتاج اكل وشرب. هذا ما احتاجه حاليا والله، غرض يب ولا تصليح، لكن نخليها. اوكي طيب كذا حلو، مع سلاح انا. هذا خلينا نرتب الفيفورت هنا، ايوه كذا احسن. خليني بس نجيب اكل، يا سلام كذا ممتاز. نحط الهامر، كيف اعاد اغير؟ والله حتى اغير نسيت. البي اوكي حلو. طيب يا شباب الابديت، خلينا ناكل ونشرب، لازم نفلل الهيلث. في عصير هنا مرمي، يا سلام جوا المصاص هذا، ما ادري فهمتوا ما ادري ايش الموضوع هذا، لكن يلا. شوف النمل هناك. اوكي خلينا بس ناخذ من هذه، يم اشرب على طول كذا. والله شوف الحشرات كيف متجمع على هذه. تجيب الحشرات، يعني شوف زي الريحه كذا، زي البخور، شايفين؟ على اساس انها تجيب الجلد. طيب ما علينا، طولت عليك. خش على البيت الجديد. البيت الجديد يا جماعه حدثوا البحر، صار في صار في اشياء كثيره في البحر اللي نسويها دحين. ايش من اشياء؟ طبعا في مختبر سري، في مختبرات سريه اللي شفناها زمان في المقاطع اللي اول نزلناها في رمضان اللي فاتته، اتمنى يتابعها. فياب في 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 حشرات جديده، وفي اوب لا رميت الهامر. اوكي لا اوكي find a way to the bond depth. اوكي خلينا نحط first person. لا first person قلنا. هذا خيالي. اوكي شوف الاكسجين فوق، يا سلام. عرفت سالفة الفقاعات هذه، اتوقع اقدر اخذ منها اكسجين. طبعا صار في حشرات جديدة في البحر، فلازم نكون حذرين. خلينا نشوف هذا ايش قصته. ايوه ايش فيه؟ ما يمديني اضرب بس؟ يب شوف فلل الاكسجين على طول، والله فلل على طول. اتوقع لازم يبغالي سبيرة علشان اقدر ايش اضرب. طيب ما علينا، اتمنى ان الرؤية واضحة. خلينا بس نرفع القامة على السريع، نسيت والله ما ارفعها من البداية.
كيبورد كنترول ديسبلاي إقامة هنا، خلينا نرفعها بس علشان تشوفون معانا. 80 كويس، يب يا سلام، ما أنا كذا واضح؟ واضح مرة ولا واضح؟ واضح. أيوة شوفوا 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 شيء غريب هنا. باقي 18، خلينا ناخذ بقاعة أكسجين لو سمحت. أيوة كيف الوضع؟ يا سلام، أيوة هذا إيش فيه؟ إيش هذا؟ أوه لا إله إلا الله، الله الله الله، إيش؟ قتلتني قتلتني على طول، يا ساتر يا. أوكي قريب أنا من البيت بس قريب من البيت بس إيش المشكلة؟ كيف أتعامل معاها؟ توقع يبغى لي سبير يا جماعة. هي سمكة صح؟ توقع انها سمكة، والله توقع انها سمكة، ما ادري ايش بالضبط لكن توقع انها سمكة. يبغى لي سبير. طيب والله ناسي كل حاجة. تولز خلينا نشوف. ايوه هذا السبير، يبغى لي سبرينج وبلانت فايبر واللي هي الحجارة. اوكي هذا الحجارة، بلانت فايبر، سبرينج سبرينج سبرينج، هذا بلانت فايبر، هذا يا سلام. طيب كرفت كرفت روح. اوكي كرفتنا، عندي دحين كم سبير؟ 3، 1. اوكي ار بي، لا البي، يب اوكي كذا. خلينا نتاكد نقدر نضرب في البحر ولا لا. اوكي كويس انا بيتي هنا عند البحر والله. ايوه دحين اضرب بس اوه شوف الاغراض حقي طلعت فوق في سطح البحر كويس. ايوه ايش هذا؟ ايش هذه؟ ليكويد واكس، اوه ذيس از نيو فين فليب، اوه اف اف اللي هو استغفر الله، هذه الفليبرز او فلوبس، ايش يسموها بالعربي؟ زعانف زعانف، عشان تيك اول تيك اول لو سمحت. اوكي لبس الدروع على طول. اوه والله كويس، والله شوف نقدر نجمع منه. اوه ترى سمك سمكة، والله سمكة، لا يا ساتر يا ساتر، والله السمكة شرسة هذه مرة، ملا تاكل. لحظة لحظة لحظة، ابى اطلع فوق، ابى اطلع فوق لو سمحت، والله ميجي. استغفر الله هذا بعيد. هذا بعيد كويس. طيب الزعانف راح تخلينا نسبح بسرعة صح؟ راح تخلينا نسبح بسرعة، فليش ما كرفتها؟ ليش ما نشوف ايش تحتاج بالضبط؟ اوكي كذا، لا لا لا، لا. ايوه والله اوكي، هذا ايش هذه؟ اوكي ما اقدر اخذها لو سمحت، اطلع يا سلام. دحين بيتي صار منه فايدة، الموقع حق البيت هنا صار منه فايدة. طيب خلينا نشوف الزعانف يا جماعة، خلينا نشوف الزعانف. ايوه هذه هنا، افترض انها هنا. يب فين فلوب، ليكويد واكس واتر بوتمن فين ايل جراس ستراند، هذه من فين اجيبها كلها؟ اوه دي كلها جديدة والله، كلها اتوقع راح تكون كلها من البحر اذا ما خاب ظني. طيب ما بحر بركة اللي هو الموية. اوكي خلينا ننزل. اوه ما ادري هذا اقدر اخذه، ما اقدر اضرب اصلا تحت البحر الا بسبير بس، لا. طيب كيف يبغاني؟ في نبتة معينة يبغاني اجمعها. ايوه هذا هو هنا. اوه يبغالي، انا بموت 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 بموت. اوه كم باقي ثانية واحدة. يبغالي أداة جديدة. اوه والله السمكة هنا، يا ساتر أسطر، يا ساتر يا كريم يا ربي. في آلة جديدة زي السكينة أتوقع، هذا إيش هذه؟ السلام عليكم. اوكي لحظة الحين خلينا نروح. وين البيت حقنا؟ اوكي البيت حقنا هنا، ما عليكم.
بتحقق المهم. طيب خليني بس ابغى اشوف القطعة هذه كيف نكربتها بالضبط. تمام، نشوف بس على السريع. اصلا ما اتوقع اني تعلمتها، اصلا ما اتوقع اني تعلمتها. يبغالي شيك والله، والله من زمان عنها فالخبرة معدومة. اوكي تولز ما هي موجودة هنا صح؟ ايوه ولا هذه هي. اوه كرود، شوف حتى هو يبغى قطعة جديدة. الكرود او الكرود روب. ريسورس، خلينا نشوف هنا الريسورس. هذه يطلع لي كل الاشياء يعني اللي من فين اجيبها بالضبط. ف هذا A long strip of hydro. هذا اللي شفناه في المويه، هذا جديد. طيب فين الكروت هذاك؟ الكروت روب ما هو موجود هنا. كل شيء موجود الا هذاك ما اشوفه للاسف، والله مشكلة. طيب انا من رأيي اجل نروح نستكشف، بس خلينا نستكشف الاشياء الجديدة، نشوف اللي نلقى نلقى، اذا ما لقينا شيء عاد ما هي مشكلة يعني. اوكي وين السمكة؟ لا اله الا الله، هنا يعني اللي هنا، روح هنا. ما ادري تموت عاد ولا لا، هنا السؤال. طيب بحاول انزل، انزل مرة ان شاء الله. ان شاء الله ما تشوف. ان شاء الله ما تشوفني. اوكي خلينا نحط ادبرسن احسن صح. اوكي يلا يلا يلا. ايوه يا سلام. يعني لو امشي مع هذه فيها يا جماعة، والله خاف من السمكة دي. اوكي السمكة بعيدة، السمكة بعيدة. خلينا ننزل، خلينا ننزل، ننزل على أعماق ال أوه تيركس. والله فكرت، فكرت بيهجم علي هذا. اوكي خلينا بس ناخذ أكسجين لو سمحت، أكسجين لو سمحت يا شباب. والله دي يا سلام. جت تيركس. أوه في حاجة هنا، روتين سترينج. اوكي ستينجر سبير. هذه ساينس جراس. يب هذه يبغى زي السكين. والله ساينس ثاني. اوكي التيركس. اوه في نور هنا، شوفوا ايش هذا، ايش هذا، ايش هذا. بس نور كذا، فكرته جاي من مادس سكيل. اوه بسم الله. اوكي يبغى اتنفس، يبغى اتنفس سريع سريع سريع، بموت. يبغى الكريك، وين الكريك؟ والله شكلي رميته، لا ما رميته هذا موجود. طيب في قطعة جديدة هنا. ايوه هذا حق السمكة نفسها، هذه زي ال ايش يسموها؟ ال حراشف اتوقع، والله ما ادري اتوقع. اوكي الديناصور هذا ما يمدي ناخذه يا اخي. اوكي الله يمدي. لا الاكسجين بموت، والله بموت، والله بموت. اي ابلع. اوكي مت مرتين، يلا احرص مره ثانيه. طيب اغراض وين الشنطه؟ ما عاد اشوفها والله. جي جي شكل الأغراض راحت، أنا عارف المكان بس خليها هذي تروح بس. والله مشكلة شكل الشنطة قلتشت أو شيء. الله فيها كل أغراضي، أصلا أنا غلطان أروح البحر معي أغراض مهمة، خصوصا الهامر، الهامر والدروع المفروض أربيها هنا صراحة. طيب احنا نزلنا تحت هنا، ان شاء الله نحصلها، ان شاء الله ان شاء الله انها ما قلت شيء.
يا سلام، ننزل. ايوه الديناصور هنا، لناخذ شوية اكسجين لو سمحت. اوكي اكسجين. اي الو يا فقاعة، فقاعة. اوكي يب. الشنطة قلتشة. جي 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 والله قلتشة. في حاجة هنا، ما علينا. الشنطة الشنطة معوضين ان شاء الله. اوكي خلينا ناخذ شوية اكسجين ثاني. اوكي خلينا نشوف هذا ايش ده. في شيء غريب هنا. يب سانكن بون. ايوه يا ولد، ايش هذه؟ ايش هذه الاشياء الغريبة؟ والله يبغالي يا اخي، صعبة كذا مرة. هذه كلها اشياء اقدر اشيلها. والله ما يمديني اروح بعيد عن ال حق الفقاعات هذا. اسرع، في صوت ورايا، في صوت ورايا، بس ما ابغى اشوف ورا. سريع 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 سريع، بموت بموت. اخر محاولة، اخر محاولة يا شباب. والله يعني ما قهر، قهر من ال من الشنطة اللي قلت شت. والله العظيم. اوكي طيب، الخطة كالتالي. الخطة نمشي ورا الأنبوبة والماسورة هذه حق الأكسجين. عشان ايش؟ عشان ما نموت، صح؟ يب. هي انا اشوف انه الافضل انه في البداية، يعني اوكي انك تستكشف، بس زي ما قلت انا غلطان اني جبت ايش؟ جبت الغرض حق المهمة معي. هنا في اكسجين. اوه شوف البابل يطلع من ال يطلع من هذه ال... شوف في زي هذا الماسورة فيها زي الشق كذا، فالاكسجين يطلع منها. نايس. يلا خليني امشي وراها. اي سمكة بتجي ارمي ابوها بالحجرات. اوكي هذا نهاية هذا نهاية هنا. طيب يلا خلينا نضحي بحياتنا على كذا، نضحي بحياتنا، نستكشف. نشوف البحر. معلش. هو المحل هذاك فيه حاجة صراحة، فيبغالي أجمع أغراض، يبغالي أجمع أغراض. أكسجين أكسجين لو سمحت. أوه نايس. طيب إيش رأيك نروح عند السمكة؟ يلا يلا خليني أروح عند السمكة أتكرم منها. أكسجين لو سمحت يا أبو فقاعة، فقاعة مستر. والله ما في فلس هنا لين ما تخرج. اوكي هذه هذه هي. طيب يا سلام، الان شفنا السمكة بس. ايوه ايش هذه الاشياء الغريبة؟ هذه اكيد تناخذ هذه. لا لا لا. ايش الصوت هذا؟ اوه لا 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 يا جماعة، عناكب جوة البحر؟ ما اتفقنا كذا، والله ما اتفقنا كذا. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق، بموت بموت. روح روح روح، يمديك انت لها. انت تستطيع، انت تستطيع. الله ما يستطيع. طيب راح اوقف هنا، اتمنى انك استمتعتوا. صراحة لسه في اشياء نقدر نستكشفها، فلكن احنا محلنا جاهزين صراحة، فلازم بجهز انا اغراض، وان شاء الله في المقطع الجاي اذا حابين، يعني اذا حابين نستمر في اللعبة هذه ونشوف الابديت هذا مع بعض، اكتبوا لي في التعليقات. على العموم كل حاجة اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا. كان معكم نايف سنسة، ونشوفكم على خير في المقاطع الجاية. اوكي بس قبل ما ننهي خلينا نشوف هذا ايش، شوف هذا ايش. تعال الو. ايش هذا يا اخي؟ يلا يلا نشوفكم في المقطع الجاي. السلام عليكم.